ان هي الاسعار في اللي فوق وفي اللي يعني برضو كل واحد طبعا بيجيب طبعا اللي بيناسب دخله ومستواه، مش كله بيبقى نظام واحد. يعني احنا كل سنه بنشوف الاطفال رايحين المدرسه، احنا قلنا نشتري وهي اول سنه لسه تروح السنه دي المدرسه، نزلنا نجيب لها لبس المدرسه عادي زي اي البنات. في الرخيص وفي الغالي حسب مستوى الزبون، في حاجه من اول 35 جنيه تلبس العيل اللي راح المدرسه، عندنا الاسعار في متناول الجميع. الحاجه غاليه كلها مولعه، حتى الدروس الدرس ب 50 جنيه ب 75 جنيه، الاستلام ب 65 جنيه. هنجيب لهم استلام من لبس مدارس واستلام ودروس وكتب خارجيه غير كتب المدرسه، هنجيب كل ده منين؟ هنقعد عيالنا لا اما يسلموا المبسوطين ويدفعهم، والعيال الغلابه بقى اللي ما معاهمش يستلمهم يتفرج عليهم في الطابور، يطلعوا من نص الطابور المدرسه تتفرج عليهم وزمايلهم يتفرجوا عليهم، وبعد كده يطلعوا الفصل يتفرجوا عليهم ويطلعوهم على السبوره، واللي هم يسلموهم من غير فلوس يفرجوا عليهم الفصل كل يوم والتاني. يعني انا حاليا دلوقتي طالبين مني في المدرسه لكل بنت فيهم 65 جنيه، يعني ادي 130 جنيه، وعندي ابني في الحضانه نفس الحكايه. طب انا هجيب ده كله منين؟ ده غير اللبس اللي احنا بنشتريه بتاع لبس المدرسه، ده غير كمان طلباتهم هناك ككراريس وكتب وحاجات كتيره، طب هنجيب لهم منين؟ محتاجين دروس كمان. اولياء الامور طبعا بتشتكي للظروف اللي هي فيها، انما هو الوضع الطبيعي بالنسبه للاسعار من السنه دي للسنه اللي فاتت مش هنقول شبه نفس الاسعار، يمكن اتحركت بس بطيئه، مش التحريك اللي هو اللي يضايق، لكن هي ظروف البلد او ظروف الناس اللي هو ما معهوش فلوس بينزل يشتري، ففي دماغه هو بيشتري على قد اللي في جيبه، مالوش دعوه بسعر الحاجه، انا نازل اشتري بقول دي بكام؟ بتقول لي ب 10، اقول لك لا والنبي خليها بخمسه على اساس ان انا اللي في جيبي خمسه.